يقول: ما حكم صلاة التسابيح وهل هي واردة؟ وشكرا. صلاة التسابيح فيها خلاف بين أهل العلم، وبعض العلماء بصحيح الحديث الوارد فيها كالشيخ العلامة الألباني وغيره، وكثير من أهل العلم بضعف الحديث الوارد كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد. ابن تيمية يقول الحديث باطل، والإمام أحمد أيضا يقول لا يصح الحديث الوارد في صلاة التسابيح. وكذلك نصر هذا القول الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى وابن عثيمين على أن صلاة التسابيح هي غير واردة من ناحية ثبوت الحديث، وأيضا من ناحية الصفة بتاعتها صفة مخالفة لصفة الصلاة المعروفة، ولذلك ليس من السنة وغير مشروعة، والإنسان ما يتعبد الله سبحانه وتعالى بها.